الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أجيب حدثة من الأحداث التي مرت بداود وسليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان يعني في خصومة في الحرث، في قضية الحرث. أما هو الحرث؟ الحرث هو إسارة تربة الأرض، زي ما نقول إيه، نحرسه، مش كده بنقول نحرس ونعزقه؟ ليه ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرث؟ ويهلك الحرث. طب ده الحرث انك تحرث، هيهلك ايه في الحرث؟ ده بيهلك ما نشأ من الحرث. يبقى بيسمى الزرع ايه؟ الحرث. اصابت حرث قوم، يبقى الحرث المراد به ايه؟ الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرث مع ان الحرث اعداد الارض للزرع؟ أما قال لك علشان يبين لك أنه لا يمكن زرع إلا بحرس. ليه؟ قال لك لأن الحرس إهاجة تربة الأرض، والعزق برضو إهاجة التربة. أيوة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. يبقى الحرس هو إيه هنا؟ الزرع. إيه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سهي عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح اشتكى لمين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في اول وهله كده قال ايه، ادي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الارض وامشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنه. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى ابي؟ يعني هذا القضيه دي ايه؟ قال ايه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرث. احنا بنقول يمكن لقى ان الحرث اللي الزرع اللي بتاكل قيمته قيمه الايه؟ قيمته قيمه الغنم، وتبقى خلصت المساله. قال سيدنا سليمان قال ايه؟ غير هذا ارفق بالفريقين. ما قالش ندى جو، ارفق يعني ده رفق برضه، انما يعني يبقى في حاجه ثانيه. غير هذا ارفق بالفريقين، يعني بصاحب الزرع وصاحب الايه؟ وصاحب. فلما قال كده بلغت المقاله لمين؟ لذا سيدنا داود. فارسل الى سليمان قال له ايه، ما هو الرفق في الفريقين، نعمل ايه؟ قال له لا، احنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلته، ونقول لصاحب ازرع الارض، صاحب ايه ازرع، صاحب الغنم يزرع الايه، صاحب الغنم ايه يزرع الارض، لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخد ارضك. خلاص، ده حكم وده حكم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء أي أخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا لقمة بقسماط كده قد كده وتحطها في لبن ولا أي حاجة تعمل إيه؟ تنفش. كانت الأول حجمها قد كده، بقى حجمها إيه؟ نفشت، مش كده؟ ولذلك المواعد يجي كده عامل كده يقول له أنت مثلا نفش ريشك، يعني واخد بحجم غير إيه؟ حجم أكبر من حجمك. خلاص كده كويس. إذ نفشت فيه غنم القوم، غنم صاحب الايه؟ الغنم راحت كلت الايه؟ الحرث. طيب، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. احنا مراقبين الحكم. ففهمناها سليمان. بس ده مش طعن في داوود. وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما.
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي بقى أخذت منها القوانين الوضعية محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية ونقضي ومش عارف إيه. إياك أن تظن أن المحكمة الاستئناف لما ترد قضاء محكمة درجة أولى إنها بتطعم فيه. أهدي ففهمناها سليمان. لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان، طب دي كان لداود، قال لسليمان ابن عملنا ايه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به اباه داود، خلصنا منه، يبقى خد النعمة دي وحنزوده حاجة تانية. ايه زيادة بقى؟ الريح عاصفة. الريح عاصفة يعني شديدة قوية. يجي واحد يقول لك ريح عاصفة، قال لك ايه ريح عاصفة ويركبها الى الارض التي باركنا. الارض التي باركنا في ارض من 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 صحراء فلسطين الى العراق، ادي الحتة اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخلية في مملكته. ولسليمان الريح ايه عاصفة. وفي آية تانية يجي مثلا يقول ايه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد ايه من بعد انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، ريح لينة هينة نعمة. الله ده بيقول هنا عاصفة وهنا ايه، وهنا رخاء ولينة، يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفة تدي سرعة، لينة تدي راحة، فكأننا جمعنا لها بين السرعة في عاصفة وبين اللين والنعومة في رقاء. محدش يقدر يجمعهم ابدا دول ولا بعض كده. لا ده لما العربيه تسرع تشوف الناس يمسكوا بعض ويمسكوا مش عارف الايه، عايزين يمشي بهدوء كده، بهدوء يقول له على مهلك يا اخي شويه مش كده ويا ما مش عارف ايه بالشكل ده. فاذا العاصفه تدي ايه؟ شد شده شد عشان تدي له سرعه، انما رخاء تدي ايه؟ لينة. فجمع له بين ما يعطيه السرعه الى مراده وبين ما يجعلها ايه مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر في تكوينات جسمه. لان الخضة بتاعت العملية دي يمكن تخلع، يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجة قدامه. ولذلك بيعملوا ايه؟ بيعملوا للانسان رباط حزام كده يربطوه بيه. ليه؟ لان يمكن حركة السرعة دي تعمل عملية زي دي. فقال لا، احنا ادنا له ما يعطيه السرعة وما يعطيه، ومن يقدر على انه يعمل الاضداد كده يجمعها مع بعضها كده. قال لك القابض البسط، إن الله يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين، وهو القابض البسط يجمعهم الاثنين ويا بعض. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وإحنا قلنا باركنا فيها لأنها أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها قصب ونماء وفيها إيه نبوة وأثار النبوة، وكنا بكل شيء عالمين. هنا بقول لك الريح يعني كان بيركب الريح كده، اظن انتوا شفتوا حاجه كانوا عملوها زمان بساط الريح، وعملوا حيل سينمائيه عشان البساط تشوفوا كده ايه عمال بيمشي وبيجري ومش عارف ايه وبتاعه كده. ولا اننا سخرنا له الريح المراكب مثلا تعمله، طب ما المراكب بتعمل لكل واحد؟ قال لك لا، التسخير له في ان الريح يبقى تحت مراده، بقى عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، ما يقولش يسفح حوه، لا يقول لي يبقى التسخير في ايه؟ في انه يامر الريح لا تهب على مرادات الطبيعه التي خلقها الله عليها، ولكن على مراده هو. عايز تقبل تبقى جنوب جنوب، تبقى شمال تبقى شمال، يبقى بامره هنا. ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. طب ما دام الارض الداخليه ومش عارف ايه، السؤال لك عايزه سرعه، ام قال لك طيب امال الثانيه ريح؟ قال لك ده دي معناها في قول الحق سبحانه وتعالى ان مش في الارض التي باركنا فيها بس، مش مواصله داخليه، ده عملها له مواصله ايه خارجيه كمان لما قعد بيتفسح حتى. ولذلك الريح غدوها شهر وروحوها شهر، يبقى ايه دي غدوها شهر وروحوها شهر، تبقى قد ايه دي؟ يبقى في مواصله داخليه وفي مواصله ايه خارجيه، يمكن عايز يتفسح في الكون عايز يطلع كده يقال على كيفه. ولذلك هناك هي
تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني زي ما يعوز. نعم، تبقى زي ما يعوز مش زي طبيعة الريح بقى. نعم. ومن الشياطين، ادي التسخير ثاني، يبقى سخر الريح وسخر ايه الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له، الغوص هو النزول الى اعماق الايه، الى اعماق البحر. طب عشان يعملوا له ايه؟ طب عشان يجيبوا له كنوز البحر ونفائسه بقى، اللؤلؤ والاشياء اللي هي العجيبه اللي موجوده ايه، اللي موجوده فيه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ايه، عمل ثاني غير اللي يكلفه به، العمل الشق للانسان ما يقدرش عليه هو ايه. ولذلك يقول في ايه ثانيه يعملون له ما يشاء، فدخل مرادات العمل في مشيئته من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، عملنا لكم كل ده، يبقى انتم مالكوش الا تشكروا بس. يبقى اذا انا والشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. ايه ثانيه شرحت اللي هي ايه، ما يشاء من ايه، محاريب اللي هي بتاع العباده زي القبله اللي احنا بنعملها دي، تماثيل وجفان كالجواب، جفان اللي هي اللي بياكلوا فيها الاصعه كالجواب يعني واسعه قوي، تسع مثلا 100 يقعدوا ياكلوا، وقدور الراسيات مش قدر ننقله ونغسله ونعمل قد كده، لا قدر ما يمكنش الا له مبنى زي اللي شفناه مثلا مره في الرياض لما كان الملك عبد العزيز عامل قدور لها قاعده ومبنيه ومش عارف ايه، والواحد يقف فيها ويمد ايديه يبقى لسه ما يبلغش طولها، زي القدر بتاع ابن جدعان اللي النبي كان بيقول عليه، او المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي. طيب هناك بقى في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب معقوله وتماثيل. طب هذه التماثيل هي اللي فاهم، طب ده هو ابراهيم بيقول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ما هو واحد يقول لا ده التماثيل دي كانت الاول حلال وبعدين فتن الناس فيها فعبدوها فحرمها الله، نقول له طب خد بالك بقى انت بتتكلم ازاي، ده سليمان جه بعد ابراهيم، سليمان جه بعد ابراهيم، يبقى لازم تشوف لك صرفه معيشيه انها كانت حلال الاول وبعدين ربنا حرم ايه، لان نقمه ابراهيم على تبقى محرمه. ما هذه التماثيل لك، وهنا ما لا يمتن الله على نبي بانه علمه اشياء محرمه، بقى امتن عليهم بانهم يعملوا له تماثيل. طب ده هو قال هناك ما هذه التماثيل التي انتم ايه لا عاكفون، نقول له ان تكون التماثيل هنا لغرض، لا لغرض التعظيم والايه والعباده، بل اللي يشوفها فيها اهانه، تمثال عامل له بقى واحد جبار ولا اسد كبير ناخخ وشايل له القصر، شايل له البلكونه، شايل، يبقى مش تعظيم ده، ده ايه؟ ده اهانه دي. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كنا لمين؟ لهم لمين؟ الجماعة المعاصرين للعمليه. طب ده الشيطان لما يجي ويبني كده الناس تعمل ايه؟ الناس تترعب. قال لك هم يعملوا الناس ما يشوفوش هم بيعملوا ازاي، والا الناس لما كانت تشوف الشياطين وبيعملوا العمليات دي يترعبوا ولا ما يترعبوش. وكنا لهم ايه؟ وكنا لهم حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص
وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان. الوهب هو عطاء بلا مقابل. عطاء بلا مقابل. طب ما هو بالخلفة كلها كده الشكل اسمنا وهبنا. قال لك قد يهابه ذاتا ولكن الصفات هبة بقى. كانوا يبقى ملك وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا دي الهبة. ووهبنا لداود ايه؟ سليمان. ولذلك الذين يطلبون الأشياء على غير ما ظنها من الأسباب يطلبوها بالهبة قبل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. يعني دي مش لها. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مش كده؟ واجعله ربي رضيا. ولذلك كان كبير السن ولا مش كبير؟ كبير السن. يعني الاسباب الماديه اللي هو فيها فحوله علشان ينجب ومراته عاقر ومش عارف ايه، قالوا لا ده لي هبه دي. مش بالقانون بقى ولا بالسبب، ده لي ايه؟ ده لي هبه. الله. لما ربنا قالوا طبعا اديها لك هبه. أم هو قال الله هي ده المرأة عاقل خلاص بلغت سن الياس وانتهت المسألة وأنا بقيت. قال له كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ثلاثة الأسباب يا أخي. إذا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الهبة فيه شيء بالأسباب، وإن كانت الأسباب ذاتها هبة بس الأسباب هبة عامة، لكن ما يلحق الذات الصفات الخاصة دي اسمها ايه؟ الهبة بقى.